صباح الخير يا سلمى. صباح الخير رشا، كيفك اليوم؟ الحمد لله بخير. يسعد صباحك. ان شاء الله دوم الخير لك يا سلمى ولكل الناس. اكيد بدي صبح عليك، بدي صبح على كل مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتم رافقنا بصباحنا لليوم. يا رب هذا النهار يحمل لنا ولكم ولكل الناس ولكل الشعوب الخير والصحه السلام والامان. بلشنا مشوارنا الصباحي معكم، واليوم اكيد فقراتنا منوعه واخبار اهالينا من المحافظات السوريه. أكيد يسعد صباحك عن جديد رشا، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد إن شاء الله يا رب يكتب فيه الخير والرزق للجميع، والله يرحم الشهداء وين ما كانوا موجودين على الأراضي السورية أو على الأراضي اللبنانية. وأكيد سوريا عبر مدار يومين ابتداء من يوم الثلاث والأربعاء وإلى اليوم مستمرة بفتح أبوابها عبر المعابر الحدودية كلها لاستقبال الشعب اللبناني الشقيق وكل الجهود، وإن شاء الله منصورين بإذن الله. محطتنا رح تبلش ولكن بعد الفاصل. وبأولى فقراتنا سلمى رح نروح لنحكي عن موضوع نفسي ما حدا مستثنى منه، كلياتنا بنمرق بصدمات بمشاكل، يمكن البعض تمرق هاي القصة بحياته مثل ما بنقول مرور الكرام وما تترك بحياته أي أثر. في ناس الصدمة بتأثر فيهم وبتعمل لهم ندوب داخلية بأرواحهم بقلوبهم، بشعري أنه الإنسان مكسر من داخله وبيبقى كل عمره متذكر هاي الصدمة. وحتى لو انتهت هاي الصدمة، ودائما نحن بنقول الوقت كفيل بالنسيان والترميم، ممكن بعض الأشخاص أنه بعد هاي الصدمة يفوتوا بشيء أكبر وهو الإجهاد النفسي اللي سببه الصدمة. يا سلمى صحيح رشا، مثل ما قلتي كل الأشخاص ممكن يمروا بصدمات، ولكن هاي الصدمات ممكن تترك ندوب داخل كل شخص فينا. هاي الندوب ممكن تأثر مو بس نفسيا وأيضا جسديا. معروف أنه بعض الأمراض مثل الاكتئاب وغيرها ممكن يكون لها آثار جسدية على الشخص وتعيقه عن الاستمرار بحياته. من هي الاضطرابات اضطراب ما بعد الصدمة، واللي هو ممكن يتعرض واللي عم نشوف حاليا كتير أشخاص، وخصوصا بفترة الحروب والأزمات بتزيد هي الإجهادات النفسية على الأشخاص اللي ممكن أن ضرروا ببيوتهم، فقدوا أعزاء عليهم، عم بيعيشوا تحت ضغط أو توتر نفسي. لهيك اليوم رح نحكي أكثر عن هي الصدمة وكيف ممكن يتم التعامل معها ومع الأشخاص اللي ممكن نصادفهم عم بيعانوا من هذا الشيء. كلها تفاصيل رح تعرفنا عليها ضيفتنا بالاستوديو اختصاصية في الإرشاد النفسي، ضيفتنا الأستاذة رند نظر. صباح الخير أستاذة رند، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم خلينا نروح مع بعض الصدمة، يعني بعد الشخص ما يتعرض لهي الصدمة ويقدر يستوعب الشيء اللي صار معه بيدخل بمرحلة الإجهاد النفسي. تمام. شو هو الإجهاد النفسي؟ هلأ بداية اضطراب الشدة ما بعد الصدمة هو خلينا نقول مثل بيصير عنا استجابة نفسية عند الشخص، بتظهر عليه مجموعة من الأعراض نتيجة تعرضه لموقف مهدد لسلامته النفسية والجسدية. طبعا نتيجة انه هو بيصير عنده عبء انه ما عم يقدر يتعامل مع المشاعر، ما عم يقدر امكاناته الفردية من خلينا نقول من سمات شخصية، ما عم يقدر هو يتعامل ويتكيف لحتى يقدر يمشي من بعد الصدمة. خلينا نقول طبعا هي المواقف خلينا نقول ممكن تكون ناتجة عن فعل طبيعي مثل الزلازل، مثل الكوارث الطبيعية، أو ناتجة عن فعل إنسان مثل أنه هو مثلا تعرض لموقف تهددت حياته بالموت، شاف مشاهد عنف أو تعرض لعنف. كمان في عنا مثلا إذا بقول لك معلومة ممكن خلينا نقول ممكن من الطفولة نتيجة أنه مثلا إذا أهملوه أهله ممكن يشكل عنده هذا صدمة. بالإضافة مثلا مثل مواقف الحياة ممكن يصير عنده مثلا تعرض لسرقة، لحادث أو شيء، هي ممكن تشكل صدمات. طيب أستاذ رند خلينا نحكي، اليوم عم نعيش ظروف قاسية، يعني نحن حرب 13 سنة وحاليا جنبنا عم نشوف كتير أشخاص عم يجوا، طبعا الوافدين من لبنان الشقيق كلهم متعرضين لصدمات الحرب. كيف أنا بشعر أنه هذا الشخص الصدمة تبعيته أصبحت بحاجة لعلاج وبحاجة لدعم نفسي؟ تمام. هلأ بداية بعد ما خلينا نميز نقطة أنه نحن مو كل الأشخاص ممكن تظهر عندها أعراض اضطراب الشدة ما بعد الصدمة. طبعا تختلف بين تماماً. شخص وقدرته النفسية. تماما صحيح. هلأ عنا مجموعة من الأعراض بتتجلى بداية أنه ممكن يصير في عنده من الناحية الانفعالية مشاعر سلبية، غضب،
شعور بالذنب باللوم، كمان في عنا مثلا حزن خوف، دائما كل ما بتذكر ذكريات بيرجع بيقلق بخاف، في عنا ممكن خلينا نقول كمان في عنا حالة ممكن يصير في عنده نوع من تبلد الشعور، ما عنده أي شعور. بالإضافة في عنا شغلة كتير ميزة يعني أساسية كمن الأعراض، أنه هي استعادة الخبرة الصادمة، بصير مثلا بيقعد بيتذكر الذكريات وبيستجيب جسمه إلها كأعراض فيزيولوجية وانفعالية كأنه هلأ عم يعيشها مرة تانية. بالإضافة في عنا الأكوابيس، بصير ممكن يصير عنده محتوى منماته بيكون انه هو عم بشكل اخر يعني بشكل مباشر او غير مباشر انه عالشي اللي هو عاشه. بالاضافه في عنا اعراض فيزيولوجيه بتكون، بصير في عنا صعوبات بالنوم، مشاكل بالنوم، ارق، في عنا كمان بصير خلينا نقول فرط تيقظ، بصير مثلا اي صوت اي مسير او مشهد او مثلا يعني كل شيء بيدركه عن طريق حواسه بيذكره بالحدث الصادم بيرجع بيعيش الحاله من اول وجديد. بالإضافة في عنا نقطة كتير مهمة هي بصير التجنب، مثلا بيتجنب مواقف، بيتجنب أنه يطلع من البيت، أنه يروح لأماكن، لأي شيء بيذكره أو يفعل أمور بتذكره بالحدث الصادم، فبصير عنا هون التجنب. هلأ في عنا هون نقطة كمان كتير مهمة، بصير في عنا نسيان، عدم القدرة على التركيز، بصير في عنا كمان أرق مثل ما حكينا، بصير في عنا كمان استجابات الفيزيولوجية، خفقان القلب طبعا بيزيد، في عنا سرعة التنفس، جفاف الفم، فإنه كلها الأعراض تظهر خلينا نقول كأنه هلأ عم يعيش الأحداث. هلأ نقطة مهمة هون إنه نحن حتى نقول هذا الشخص بحاجة طبيب ويراجع بقى الدعم النفسي، هو إنه تستمر هاي الأعراض أكثر من شهر. تمام، اذا هي الاعراض خلال شهر من التعرض للصدمه عاشها لها الشخص اللي تعرض للصدمه هي امر طبيعي، لكن اكثر من شهر هون نحن بقى بحاجه تشوف طبيب نفسي. بالاضافه تاثر عنا الاداء، يعني مثلا ما عاد يقدر يروح على شغله، روتينه اليومي ما عم يقدر يعمله، مثلا صار منسحب، صار ما عاد بده يشوف الناس، كمان هذا عامل كمان مهم. كمان بالاضافه انه صار يلجأ لمواد تعاطي كحول مثلا او شيء حتى يتغلب على المشكله، كمان هون نحن بحاجه نراجع طبيب نفسي. لكن الاساس انه نحن فعليا اذا استمرت هالاعراض اكثر من شهر هون نحن بقى بنراجع الاخصائي. طيب استاذ، اليوم دائما نحن بنعرف انه الحياه هي مدرسه، لانه يعني نتعلم من تجاربنا وحتى من الصدمات نحن بناخذ دروس منها، انه اذا صار معنا شيء بالايام نحن بنتذكر انه بزمانه صار معنا شيء قريب عن هي القصه وانا لازم اتعلم منها. ولكن في عنا بعض الاشخاص ممكن هي الصدمات تتحولهم لشخص عدواني، شخص مؤذي بالمجتمع، بهي الحاله ليش يعني انه ممكن يتحول لهي العدواني ونحن كيف قادرين نتعامل معه بهي الحاله؟ هلأ بداية خليني أقول أنه نحن خلال إذا فترة الشهر صار هو عدواني، صار عنده الغضب، العصبية أو الانسحاب إذا كان العكس، يعني هاي ردود فعل طبيعية وبتختلف من الشخص للتاني. لكن وقت مثل إذا تجاوزنا المدة هون نحن معنات هذا الشخص هو أصلاً ما تعالج، في عنا مشاعر مكبوتة، فهون نحن بحاجة أنه ناخد يعني نلجأ لأخصائي بقى، أنه هون نحن نتعامل مع الأفكار مع المشاعر اللي هو كابتها لحتى نحن نساعده أنه يتخلص منها. طبعا بتختلف ردود الفعل بين الأشخاص، خلينا نقول ممكن في أشخاص بيصيروا هنا عدوانيين بس عن نقيض في أشخاص بتلاقيهم صاروا انسحابيين، أشخاص صاروا عم يتجنبوا، بتختلف ردود الفعل. هذا الشيء صراحة بيختلف من شخص للتاني، بيعتمد على نوع الحدث اللي هو تعرض له، شدته مدته، بالإضافة كمان أنه خبرته السابقة من التعامل مع الأحداث اللي هو صادمة أو خبر يعني بمشاكل حياته. بالإضافة عنا الضغوط الحالية، في أشخاص مثلا عندها مرونة نفسية وعندها قدرة أنه هي تتعامل مع الأحداث لكن ضغوطها هلأ الحالية كتيرة، فممكن يجي هذا الحدث الصادم عنده يفجر كل شيء ويعيش هو خلينا نقول المشكلة. فهي خلينا نقول حتى كمان في عنا إذا كان المحيطين عم يدعموه ولا لا. هلأ ممكن هذا الشخص اللي صار عدواني ما لقى أشخاص حواليه يدعموه يتفهموه يتفهموا مشاعره، ممكن مثلا كثير نحن من مثلا بنواجه اشخاص انه اذا صار معهم حدث بتلاقي الاشخاص اللي عم يدعمون او المحيطين لهم هن فعليا ما عم يقدموا الدعم اكثر من انه خلص بسيطه او بيصغروا له مشكلته او بينكروا عليه مشاعره، فهون بتلاقيه هو كمان ممكن يقلب عدواني او حتى نتيجه احساسه بالتهديد مثلا كان الحدث كثير قاسي وصادم بالنسبه له وخصوصي مثلا العنف او الاعتداءات، فهون هو ممكن تلاقيه صار
رايح الاتجاه العدوانية كنوع من حماية ذاته. فعنا صراحة أسباب كثيرة ممكن تؤدي إنه الناس تظهر هاي الاستجابات اللي ممكن تكون نوعا ما سلبية، لكن هي بجوهرها هو بفكره أفكاره إنه أنا عم بحمي نفسي من أي تهديد، يعني كآلية دفاع أولية. خلينا نقول كنا عم نحكي أستاذة رند عن فكرة الإنكار، وقلتي إنه هي أخطر من الشخص اللي بيعمل رد انفعالي. خلينا نرجع نكمل. تماما. هلا الشخص اللي بينكر مشاعره هو عم يكبتها فعليا، ما عم يخليها تطلع، فهي فعليا على آثارها البعيدة ممكن تفوته باضطرابات نفسية، ممكن الاكتئاب، ممكن حتى انه يعني سوء حالته اكثر ما انه هو مفكر حاله انه عم يقوي حاله، او اللي انه خلص انا ما صار شيء، انه ما في اي شيء بضعفني مثلا، هذا الشيء حيأثر عليه. هلا فهون في عندي نقطة مهمة انه نحن كمحيط ندعمه انه معلش يعبر يحكي، مو غلط اذا انت صار معنا هذا الشيء، منخفف عنه مشاعر اللوم، انه غالبا الشخص اللي عم ينكر ممكن يكون في عنده مشاعر ذنب، لوم، حزن، فلهيك نحن وقت بنكون محيط عم يدعمه بشجعه. هلا اهم نقطه وقت نحن عم نشجعه، نحن حنساعده بدايه يتقبل الواقع، انه انا هذا صار معي هذا الحدث، يتقبل انه شيء فعلا صار. ثاني شيء يتقبل مشاعره شو ما كانت، يتقبلها ما ينكرها، يبلش يحكي عنها، يطلعها، يحكي للأشخاص اللي هو بيثق فيهم بيحبهم وبيدعموه. هذا الشيء كتير بيساعده إنه هو يخف الضغط النفسي اللي هو عايش فيه، ويخفف من المشاعر القاسية خلينا نقول، أو المشاعر السلبية اللي عم تنتابه، لأنه كل ما أنكر هذا الشعور أصلاً هو عنا في هون عملية عم بتكون، عنا مشاعر عم تشتغل وعم تأثر على جسمنا، بالإضافة لأفكار هي عم تولد لنا المشاعر بتزداد. يعني ممكن الشخص مثلاً بنفترض عمل حادث سيارة، هو عاش حدا توفى معه، فبيصير مشاعر لوم 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 إنه أنا كان بيجلد نفسه تماماً، الحق علي، كان لو ما أنا هيك عملت كان هو عايش هيك. ما صار هيك. او ممكن يصال انه لا اكيد ما صار له شيء، هلا لازم نعمل له مثلا عمليه، ممكن هيك نلاقي انه بضل متمسك انه لازم نشوفه، وممكن انه هو خلص ما عاد له مثلا نفترض يعني ما عاد في له علاج، او ما عاد له يعني صار خلص صارت المشكله، فهم نلاقيه هو بحاله انكار. فهون اول شيء هو يتقبل انه هذا صار، ثاني شيء مشاعره يبلش يحكي عنها، ثالث شيء يتقبل الواقع. في اوقات نحن بما انه الشخص بيمرق بأعراض الشدة تظهر عليه، ممكن يصير يتأثر أداؤه خلال الشهر اللي حكينا عليه، فهو يتقبل أنه أنا مثلا ممكن ما عم أقوم بمهامي، ما عندي هالنشاط أني أعمل الشغلات يلي مثل ما كنت أعملها، أو مثلا خليني أقول ما عاد هلأ حابب أطلع، عم يتجنب الأماكن أنه مثلا أو يتجنب يرجع يركب سيارته. فأنه خلال هاي الفترة أنه هذا أمر طبيعي، يتقبل أنه هذا الشيء طبيعي، ومع الأيام هذا رح يتزول هاي الأعراض ويرجع لحياته بشكل تدريجي. بالإضافة أنه يعني في كتير أشخاص ممكن تلجأ تنسحب تنعزل، لا، أنه نحن خلينا مع الأشخاص الداعمين اللي هن فعلا بيساعدونا، ما نوجد مع الأشخاص اللي هي ممكن تكون يتلوم تنقض أو تسخف من المشاعر أو تنكرها على الشخص، لأنه هي بالعكس حتضره وما حتفيده. بالإضافة أنه ما نلجأ لها، كثير ممكن الأشخاص تلجأ لها إدمان المواد أو الكحول، أنه هي خلص هذا بينسيني، هذا بيساعدني يطلع، بإنما هو فعليا عم ينيم القصة بس هو ما عالجها. يعني نيم مشاعره، نيم قصصه، عم يتجاهلها، عم يتناساها، لكن هو فعليا بس عم يتغطى لتجي شي يوم بلحظه من اللحظات تنفجر وتصير في عنا تفاق، يعني خلينا نقول هيك زياده قصص، ممكن يفوت بقصص ثانيه هو ممكن يتفاداها بمجرد ما هو يتعامل مع المشكله بشكل صحيح. عندنا نقطه كثير مهمه هي نحن نحافظ على الروتين. غالبا الشخص اللي بيكون تعرض لصدمه بتلاقيه اختلف روتين حياته، نومه ما عاد نوم، أكله ما عاد أكل، الشغلات اللي كان يعملها ما عاد يعملها، مثلاً كان متعود يهتم بالحديقة تبعه فأهملها، ما عاد خلص صار بلش ينعزل. لا، الشيء اللي بيساعده إنه هو يطلع من الحالة إنه يحافظ على نظامه وروتينه، يعني مثلاً نحافظ على ساعات النوم، الغذاء جيد يكون مثلاً عم يأكل ما يقطع، شغلة تانية كمان يمارس المهام اللي هو عم يعملها. عنا كمان نقطة تمرينات الرياضة، المشي، كمان في عنا خلينا نقول تمارين التنفس والاسترخاء، هي كلها بتساعد نخفف التوتر والقلق اللي هو عم يشعر فيه. فهذا الشيء خلينا نقول ممكن كأبرز النقاط ممكن الواحد يعملها لحتى هو يخفف من المشاعر السلبية ويخفف من تفاقم المشكلة فيما بعد، وأنه هي تعدي المشكلة إن شاء الله بسلام. طبعاً يعني نصائح متعددة قدمت لنا يا أستاذة رند، نتشكر وجودك معنا اليوم. شكراً. أكيد نحكي بفقرات قادمة عن مواضيع أخرى بتخصنا وبتخص حياتنا النفسية.
شكرا لك. عفوا، يعطيك العافيه. شكرا لك استاذه رند لحضورك، يومك حلو ان شاء الله هيك دائما. الله يبعدنا عن كل الصدمات بحياتنا، بنقول دائما يا رب. يعني يعني كل حدا فينا عنده شيء مكتوب بحياته، ولكن أكيد. دائما احنا قادرين نتخطاها يعني برحمه رب العالمين. رح نروح هلا لفقرتنا الطبيه، ورح نحكي فيها اليوم عن مشاكل العين. ويشير مصطلح عمليه تصحيح النظر الى مجموعه متنوعه من العمليات التي تهدف جميعا الى اعاده تصحيح شكل القرنيه وعلاج اي مؤثرات طبعا ممكن تؤثر على جوده الرؤيه عن طريق استخدام اشعه الليزر بطول موجي معين وطاقه محدده لتسطيح شكل القرنيه. أكيد يا سلمى، رح نروح ضمن فقرتنا الطبية لنتعرف على هذا النوع الشائع من العمليات. رح نتعرف على طريقة العملية، الفوائد، السلبيات، الإيجابيات، إيمت الشخص أو الطبيب بيلجأ لإجراء هذا النوع من العمليات. هاي المعلومات وغيرهم حيعرفنا عليها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور جهاد نويلاتي، اختصاصي في علاج أمراض العين وجراحتها. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يسعد صباحك، صباح المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم، عملية تصحيح شكل القرنية أو تصحيح النظر، إمتى بيتم اللجوء لمثل هذا النوع من العمليات؟ تمام، هلا مقدمتك كانت حلوه اللي اعطتنا كملخص هو تصحيح شكل القرنيه. خلينا نبسط المفاهيم ونلجا للاول لنقدر ندخل بالموضوع. خلينا نفهم اول شيء اليه عمل العين وشو العيوب الانكساريه او شو النقص او الضعف او سواء الانكسار اللي ممكن تصير. العين بشكل مبسط رح تاخذ الضوء من المحيط وتعمل له انكسار، مثل اي كاميرا فيها عدسه تاخذ الضوء بتعمل له انكسار وبتفوكس الصوره على الفيلم اذا كانت الكاميرا، واذا كانت العين هي الشبكيه. بشكل مبسط هذا اليه عمل العين. فالضوء فايت رح يخضع لانكسار بالعين. المفروض الخيال يجي على الشبكيه. هلا اذا الخيال اجى قدام الشبكيه فهي حالات النقص، تمام. اذا اجى ورا الشبكيه هي حالات المد، بيكون في خلق خطا بالانكسار يلي عم يتعرض له الضوء من قبل العين. وما اجى الخيال، ما اجت الصورة واضحة على الشبكية حتى تنتقل باتجاه الدماغ، تمام. هي آلية عمل العين. هلأ هون تنتج أسواء الانكسار مثل ما قلنا، قدام ممكن نقص، ممكن مد، ممكن حرج بصر أو انحراف أو لابؤرية، يعني تشوه بالخيالات. هلأ كيف بدي عدل الخلل الانكساري اللي حادث بالعين؟ اتفقنا صار في عندي خلل انكساري، يعني الضوء فات لجوا العين، ما أخذ انكسار صحيح، اجا ما اجا بشكل دقيق على الشبكيه، فبالتالي الصوره كانت مشوهه. فهون نحن بدنا نعدل الخطا الانكساري الحادث. هلا شلون العين بتعمل انكسار للضوء الداخل اليها؟ عن طريق بشكل اساسي القرنية والعدسة، الجسم البلوري. القرنية هو أول سطح شفاف بالعين، والبلورة هو الجسم البلوري بيكون داخلا. العمليات تصحيح النظر عم تعاكس الخطأ الانكساري الحادث من خلال تعديل سطح القرنية. هلأ نحنا كان عنا مثلا واحد عنده نقص درجتين، يا بيلبس نظارة درجتين، يا أما بحط عدسة لاصقة طبعا مع كل السلبيات ومحاذيره، يا أما بعمل على سطح القرنية أي تعديل بيغير الانكسار بحيث عدل الخطأ الانكساري الحادث. من هون فتحنا باب عمليات تصحيح النظر للاستغناء عن النظارة، يعني بحيث انه انا ما بدي البس النظارة، بدي غير الانكسار الحادث للعين مشان يجي الخيال على الشبكية بعمليات. اوكي، يعني هون عمليات الجراحة الانكسارية او عمليات تصحيح اسواء الانكسار. بشكل مبسط قلنا مثل المقدمة اللي حكيتيها حضرتك انه هو عمليات يعني مباشرة على سطح القرنية مشان عدل من القيمة الانكسارية تبعها، مشان تعدل الانكسار ويجي الخيال بشكل صحيح على الشبكية. هون فتحنا باب عمليات تصحيح النظر. عمليات تصحيح النظر مثل ما حكينا هي بتتجه مباشرة على القرنية. طب هل فكرة هذا المبدأ البسيط اللي شرحته مبلش مثلا من أكثر من 50-60 سنة، ما كان في عندهم أجهزة ليزر متطورة، فاتجأوا الأطباء من أكثر من 50 سنة أنه يعدل الخطأ الانكساري على القرنية عن طريق شفرة الألماس، مشرة الألماس، بدراسات معينة بيقول أنه أنا مثلا إذا عملت تشطيب للقرنية رح عدل الخطأ الانكساري.
طبعا كانت تطلع معه النتائج ما لنا دقيقة، لأنه قد ما كانت الجراحة بالشفرة الألماس ما لها بدقة أشعة الليزر الحادثة. هاي إذا نرجع فيها للذاكرة لورا من 30 سنة انتشرت بشكل كبير عمليات تصحيح النظر تشطيب القرنية. لهلا بيجونا مرضى شاغلينها مثلا هلا أعمارهم كبيرة بال50 و60 شاغلينها بعمر ال20، بفحصوا للمريض بلاقي إنه أوه أنت عامل عملية تشطيب قرنية قديم مشان يعدل النقص. بلشت بقى بمرحلة تانية تتطور أجهزة الليزر. أجهزة الليزر هدفها أنه تعدل سطح القرنية بشكل دقيق ومحسوب ومدروس، لأنه بقديش بدي كل خطأ انكساري رح يعادله ضربات ليزر محددة. الليزر في دقة كبيرة تمام، وهون بلشت عمليات تصحيح النظر. هلأ خلينا نفوت على أنواعها، ما حنفوت بأنواع طبعا كتير تطورت، كتير أجهزة الليزر تطورت، كتير في دقة كبيرة. خلينا نفوت بالمصطلحات الشائعة تمام. بلشنا كلياتنا بنسمع ليزر، ليزك، هلأ فيمتو ليزك، انتراليز، كل هالشغلات ممكن العالم سمعانتها باللغة الدارجة أو اللغة الطبية المحكية. فهلأ شو الفرق بيناتهم؟ هلا خلينا نفوت اولا انه بدايه نجاح العمليه رح تتضمن اولا انه تكون القرنيه سطح طبيعي سليم خالي من اي امراض. يعني كل تشوهات بالقرنيه ما حيسمح لي اني اطبق اجهزه الليزر. الفروقات بيناتهم بعد ما بتاكد من سلامه العين وسلامه القرنيه خاصه بعمل صوره طبوغرافيا قرنيه، باتجاه عمليات تصحيح النظر. عمليه تصحيح النظر من زمان كان مثلا اجهزه الاكزيمر ليزر من قله الليزر العادي، جهاز هو جهاز اكزايمر ليزر بيعطي ضربات من الليزر على سطح القرنيه بحيث انه يشيل طبقه خفيفه من سطح القرنيه بتعدل الخلل الانكساري الموجود. هلا الطريقه القديمه اللي هي الليزر مو الليزك، الليزر بيطبق على سطح القرنيه مباشره، فمن قيم بشره القرنيه في عده طبقات، الطبقه السطحيه من البشره، انا بدي اطبق تحت البشره، فبيتم ازاله بشره القرنيه وبيطبق الليزر تحتها وبعدين بترك القرنيه للطيب بشكل طبيعي. بمرحله ثانيه في عمليه اسمها الليزك. الليزك نحن بنحط يعني بدي طبق اشعه الليزر بعمق القرنيه، فرح حط جهاز اسمه المايكرو كيراتوم ثبت العين، بعمل شريحه بالقرنيه، يعني بمسك القرنيه، القرنيه سماكتها بالمركز بحدود 500 مايكرون، بحط شفره وبطبق شريحه اسمها بالمايكرو كيراتوم تقريبا 100 ميكرون، وبرفع الشريحه بطبق الليزر تحتها وبرجع هاي الشريحه. هاي عمليه الليزك. عمليه الليزك الفوائد انه بتخفف الالم، بينما عمليه الليزر حكينا عليها انه هي باعتبار رح تترك البشره لتتعافى خلال 48 ساعه رح يصير في شويه الم. عمليه الليزك ما فيها الم وبتعطيني كمان يعني بتعطيني انه درجات اعلى. انا بالليزر ما فيني شيل درجات كثيره، بالليزك ممكن ننتقل لمرحله ثانيه. هي اجهزه الليزر بجهاز الإكزايمر ليزر. هلأ هون بلشت بقى العلم بيتطور من خلال المشاكل الحادثة. هلأ بعملية الليزك في عندي أصل القرنية، هلأ هون ممكن تنخلق مشاكل، فلذلك تطور العلم بحيث أنه أنا ليش لحتى قص القرنية عن طريق الشفرة. فهون اخترعوا شيء جهاز تاني اسمه الفيمتو ليزك أو الفيمتو سيكند، أنه بحيث انه ما في اصل سطح القرنيه، بقدر ضربات ليزر بتقصل لي القرنيه وبرفع وبطبق اكزايمر ليزر بمرحله اولى. والمراحل الثانيه هو الفيمتو ليزك او السمايل، هذا اللي الاجيال الواعده منه هو عمليا اجهزه ليزر من دون قطع. الليزر القديم الاكزايمر ليزر بيعتمد على مبدا يحرق سطح القرنيه فبيقشط طبقه خلايا. الفكره الجديده بالسمايل ليزك انه لا، ما غيرنا المبدا. اجهزه الليزر فيها اليه كثير حلوه الجديده السمايل. السمايل مبداه انه بيعمل فصل بين طبقات القرنيه من دون كت، من دون قطع، فهذا شيء كثير جميل بحيث انه انا اذا بترك القرنيه 48 ساعه بترجع لشكل الطبيعي ولا بيبين فيها اي شيء، لانه القرنيه هي عباره عن الياف كولاجين، نحن بالليزر القديم نحرقها من قصه، اما بالفيمتو ليزك بيعطي ضربات ليزر خفيفه بحيث تعمل تسليخ لسطح الطبقات القرنيه تمام، من دون ما اعمل حرق ومن دون ما اعمل ندبات ومن دون ما يكون في عندي جرح على القرنيه. فلذلك كل الهدف بتطور الجراحات الانكساريه الوصول للسلامه تمام. كل ما تطورت هالاجهزه عم بصل لنسبه دقه عاليه جدا وامانه بنسبه تصل ل 100%.
هلا حكينا بهالظروف هي، رح نكمل معايير اجراء العمليه. طيب شو هي اهم المعايير او الشروط المفروض يتم التقيد فيها يعني قبل اجراء العمليه، ان كان من حضرتك الطبيب او كان من المريض؟ تمام. هلا هون كشروط اجراء العمليه في عندي عده عوامل. اول شيء بدي اتاكد، هلا حكينا انه هي بتصحح اسواء الانكسار الموجوده، انا بدي اتاكد هي اسواء الانكسار الموجوده ثابته ولا متغيره. يعني مريض مثلا عنده درجتين، اذا بتوقع بعد بسنتين ثلاثه يصيروا اكثر، فليش حتى ساوي له العمليه؟ يعني ما حساوي له عمليه غير لتكون في فتره من الثبات للدرجات الموجوده. يعني لذلك هو موضوع العمر، نحن بنعرف عند الاطفال بتبلش خلل انكساري اسواء انكسار، بس هذا متغير مع النمو. فلذلك انا اول شرط للعمليه انه انا اعرف انه تكون درجاتي ثابته. عاده بعمر ال 18 بتثبت الدرجات بالفتره بين ال 18 وال 40 سنه غالبا، اذا طبعا العين خاليه من الامراض فبتكون ثباتيه بالدرجات. يعني كلياتنا بنسمع انه انا نظارتي صار لها 10 سنين ما تغيرت، اوكي، هو هذا الهدف لازم اوصل له قبل اجراء العمليات حتى ما اضطر يصير عندي خلل انكساري ثاني ورد ارجع البس نظاره. فاول شغله حكينا عليها هو ثباتيه الدرجات عن طريق العمر، هذا اول شرط. الشرط الثاني مثل ما حكينا انه هي العمليه قائمه على القرنيه، فبدي اتاكد من انه سطح القرنيه سليم بالمية من حيث السماكات او الانحناءات، خالي من الامراض الفيروسيه، خالي من الكثافات، لانه نحن عم نحكي على اوساط شفافه، فاذا كان في عندي مشكله انه هي الاوساط ما لها شفافه فما رح تنجح عمليتي، حتى ما يقدر يفوت الضوء، مثل بعض الامراض الالتهابيه على القرنيه بتترك كثافات قرنيه، هي ما بتجه لهذا الاتجاه، بتجه لاني عالج الكثافات الموجوده. كمان سلامه سطح العين بشكل عام، يعني انا بدي اعمل فحص شامل للعين، يعني الطبيب وقت بيجي لعنده مريض انه انا دكتور بدي اخلص من النظارة، فمنبلش اولا تبع بدراسة فحص للعين، يعني بدي اتأكد انه العين كلها تسليمة، يعني ما عنده مثلا مي بيضاء، يعني جسم البلوري بيكون شفاف، ما عندي امراض بالشبكية، تمام، ما في عندي اذيات على العصب البصري، ما في عندي مشاكل تانية بالعين، سلامة العين تماما من الامراض، ثباتية الدرجات، بعدين بدرس سطح القرنية وإذا كان بيسمح لإزالة الدرجات ولا لا، لأنه نحن بدراستنا لسطح القرنية في عنا حد ما بنقدر نتجاوزه. يعني أنا القرنية بدي أعملها تشطيب بالليزر بحيث أنه أنا ما ضعفها، إذا ضعفتها كتير بخلق لها أمراض جديدة، فدائما في يعني هامش من السماكة القرنية ما فيني أقرب عليها، يعني أكثر من 50% من سماكة القرنية ما فيني أنا أتجاوزه مثلا كرقم معين، فبحسب قديش القرنية سماكتها وبحسب الدرجات. يعني مثلا بيجيني مريض عنده 10 درجات بيقول لي أنا بدي شيل النظارة، بحسب له ياهن على الجهاز مع صورة القرنية، بقول له ما بقدر شيل 10، بقدر شيل 5، بقدر شيل 7، حسب صورة قرنيتك قديش قرنيتك بتتحمل من شيل درجات، وممكن يجي روحه العشرة إذا قرنيته بتتحمل، وممكن ما نقدر نقرب عليها. في عالم عندها تتطور درجات من أمراض على سطح القرنية شائعة ببلادنا، القرنية المخروطية مثلا، القرنية المخروطية كلها بنسمع عنها منتشرة بمناطقنا، القرنية المخروطية وجودها بيمنع أي ضربة ليزر تكون على العين لأنه بتتحرض بطريقة عنيفة. فكل مريض مثلا صورنا انه حتى لو كان سسبكت كيراتوكونس، يعني شك بوجود قرنيه مخروطيه، فانا رح اقول له بعتذر منك، انت عمليه تصحيح النظر بالليزر هي مؤذيه للقرنيه ولذلك ما فينا نساويها، فينا لا نتجه كمان يعني بياخذنا الحديث باتجاه كيف انه انا بقدر صلح الدرجات او الضعف الحاصل من دون عمليات تصحيح النظر بالليزك اللي هي بتمس القرنيه، فيني اتجه لعدل الانكسار الثاني اللي هو بجسم البلوري، فيني اتجه باتجاه العدسي. نعم، يعني نصائح متعدده واعطيتنا فكره يمكن اليوم وافيه وشامله عن كثير من الاسئله الشائعه بذهن مشاهدينا. بدنا نشكرك لوجودك معنا. شكرا دكتور جهاد. اهلا وسهلا. شكرا شكرا دكتور جهاد لحضورك اليوم، ودائما بنقول بالصحه والسلامه للجميع. اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا للمشاهدين. أما هلأ رح نروح لحمص يا رشا، وأكلة من التراث الشعبي الحمصي، بس بحمص وبحما كل الناس بتحبها يعني. طبعا المرة الجاية بدك تيجي تجيبي لنا معك هبول. هبول أو تين اليابس، شوفي قد ايه فوائدها طيب كثيرة. يعني كل يوم طبعا عم ينشروا أبحاث جديدة عن مدى فوائد هي الأكلات صحيح. التراثية الشعبية اللي عودونا عليها أجدادنا من دون ما نعرف، التين وتجفيفه وتحويله للهبول، وتفاصيل مع مراسلتنا شيرين العلم.
صناعة التين المجفف أو ما يسمى بالعامية الهبول هو طقس تراثي شعبي متوارث من الآباء والأجداد في كل منزل من منازل قرية القبو بريف حمص الشمالي الغربي. من جهة يستخدمونه كحلوى يخزنوها من فصل الصيف إلى فصل الشتاء، ومن جانب آخر يعتبر مورد رزق للكثير من تلك العائلات. طبعا قرية القبو هي قرية زراعية، أهم المنتجات الزراعية هي الزيتون، بالإضافة عندنا زراعات تحميلية اللي هي العنب والتين. هلأ بيعتمدوا النساء الريفيات أو المزارعين بشكل عام على التصنيع الغذائي لمادة العنب والتين. ممكن يبيعوا أخضر، ممكن يحولوه إلى منتجات تانية بحيث أنهم يبسوا طريقة التيبيس إلى كذا نوع، ممكن يتركوه هو يبس لحاله، ممكن أنهم يفتحوه ويجففوه على السطح ويحولوه لمنتج ثاني اللي هو الهبول، أو ممكن هالتين اليابسي يعملوه قلايد ويبيعوه على شكل مجففات. صناعة الهبول هي أمتع ما تقوم به العائلة في تلك القرية الوادعة، حيث يحضروا على مراحل سواء بالطريقة التقليدية القديمة أو ما يمكن تسميتها بالطريقة الحديثة. نحن تعلمناها طريقة ستي وأمي، كانوا يشتغلوها قديم هيك، وتعلمت هاي الطريقة وحبيتها كتير، وقساتني لهلا عم اشتغل عليها وبحبها كتير. يعني نحن منقطف التين ومن يبسو، وبعد ما بيبس منجي منفتحه مننطفه إذا في أي شيء مننقي يعني، وبعدين منغسله منشمسه منشفه، بعدين منهبله ومندقه بالجرن نعمله بصري صيري. منروح على الأرض نقطف التين نجيبه منشقه منحطه على السطح ومننزله، بعد اللي بيبس منهبله على النار على الغاز ومنفرمه على ماكينة الكهرباء أو الماكينة اليدوية، وعاد منصنعه بهالأشكال هاي بالمكسرات بجوز الهند بسمسم وبصري صيرة. يمكن اعتبار هذه الصناعة المحلية من المشاريع المتناهية الصغر والمدرة للدخل لأصحابها والعاملين فيها، ويعرف التين بفوائد صحية جمة للقلب والعظام والأعصاب، فهو كنز من المعادن والفيتامينات. شيرين العلي، الأخبارية السورية، من قرية القبو بريف حمص الشمالي الغربي. طالما نحن بلشنا بتغير الفصول، بلشنا بفصل الخريف، ودائما الجلد والبشرة هنن العنصر الأول بهذا التغيير بيتأثر. نشوف بلشت التشققات، بلشت الحساسية عند البعض، بلشت الأكزيما عند البعض الآخر، ومنروح هون يا سلمى ندور على الحلول العلاجية الطبيعية. صحيح رشا، ويمكن بخلال هاي الفترة مثل ما بتعرفي بنشوف كتير صرنا نقرأ وصفات. يعني هلا انت قريانه شيء عن التين بس ما بتعرفي اذا مزبوط او لا، وعم نقرا يوميا ونشوف كثير فيديوهات حتى على السوشيال ميديا عن طريقه العنايه بالبشره، مدى صحه هي المعلومات وهل هي صحيحه او لا، وغيرها من التفاصيل رح نطرحها على ضيفتنا بالاستوديو اللي رح تجاوبنا عن كل هالاسئله، الاختصاصيه بالعنايه بالبشره نور الخطيب. صباح الخير واهلا وسهلا. صباح النور. صباح صباحك. يسعد صباحك. كيفك؟ تمام. هلا بلشنا هلا بهذا الفصل وبلش التبديلات تظهر علينا، يعني شو هي اهم، خلينا نقول، المشكلات او العيوب اللي ممكن نحن نعاني منها بهذا الوقت؟ نتيجه التغير الفصل من الحراره للبروده بصير عندنا تشققات بالبشره وجفاف، بصير عندنا بتصير البشره باهته تمام بالمجمل، يعني كل الجسم. اللي عنده اكزيما بصير عنده هلا حساسيه للاكزيما اكثر او حساسيه بشكل اكبر، فنحن بدنا نهتم بموضوع انه نعالج هذا الموضوع. في وصفات كثير طبيعيه ممكن نعالج التشققات والجفاف. اكيد بدنا نحاول اول شيء نشرب من كاسات ماء لحتى نعوض الجفاف اللي عم يصير بالبشره. بدنا نستخدم الواقيات مثلا وقت نطلع على الشمس، لانه بفكروا الناس انه الشمس هلا ما بتحرق، ولكن هي الشمس هلا بتحرق وبتعطينا نتيجه كثير سيئه على البشره، والاتربه بصير غبار بيكتر بفصل الخريف. فبدنا نحاول انه نحن بفصل الخريف نهتم بالبشره بشكل اكبر تمام، ونحاول نعالجها.
طيب شو هي الخطوات الأساسية اللي ممكن نتبعها كطريقة علاجية أو روتين فينا نقول خلال هاي الفترة من السنة؟ تمام، أول شيء بدنا نعالج من الداخل. في عنا مواد غذائية بتساعد على ترطيب البشرة من الداخل، وده زائد أنه أكيد بدنا نعالج من الخارج. أول شيء من الداخل بدنا نهتم بالأسماك مثلا، بالتونة، ممكن نحاول على الأوميجا 3، البروكلي، الخضروات الخضراء، يلي هي الخيار بيقولوا يمكن أكتر شيء فيه مي. هلأ الخيار فيه مي تمام، ولكن ناخذ كل شيء، حاوي على الحديد والنحاس واللي بيرطب البشره وبيزيد الدوره الدمويه. فكل الخضروات الخضراء بتعطينا رطوبه للبشره، فبدنا نحاول نزيد الخضروات الخضراء بهذا الفصل. بدنا نحاول نزيد شرب الماء، ممكن العصائر الطبيعيه، ممكن ناخذ مشروب فيه كولاجين، يعطينا كولاجين للبشره وترطيب مثلا، مثل ذنب الخيل. ذنب الخيل ممكن نغليه لمده ربع ساعه مع قليل من سكر. أنا أول مرة بسمع هذا المصطلح، عشبة ذنب الخيل. سمعتي يا سلمى قبل المرة؟ أول مرة. تمام، بتعطينا كتير نتيجة حلوة وبتقوي العظام، لأنه السيليكا بتقوي العظام مع الكولاجين، وبتعطينا لايت للبشرة. زائد نعالج من الخارج، بدنا نستخدم شيء بيحجز الرطوبة بالبشرة، بنستخدم المنتجات الحاوية على هيالورونيك أسيد تمام، وعلى زيت الياسمين مثلا، زيت الخلنج، زيت اللوز الحلو بيحجز الرطوبة بالبشرة. فبنحاول نحن نستخدم شيء اللي بيحجز الرطوبة. اللي عنده أكزيما بدنا نهتم بالفيتامين دال بشكل كتير كبير بهذا الفصل. بناخذ الفيتامين دال بالجرعة الكافية لكل شخص عنده نقص بالفيتامين دال، بيأثر على البشرة، بيعطي شحوب تمام. بدنا ناخذ المنتجات الحاوية على السيليسيليك اللي بتعمله تقشير بسيط وترميم للأكزيما تمام. أكيد نحن لازم ناخذ كل المنتجات نعمل ترطيب. هلا بالفصل الخريف بنحاول نعمل معالجات كثيرة للبشرة الباهتة، ففي عندنا تقشيرات بسيطة بتساوى بعد فصل الصيف، بصير حروق شمس بالصيف، بصير عنا بهتان، بيصير عنا مشاكل كتير كبيرة، بقع داكنة. فممكن نعمل تقشير بسيط بالسلسليك أسد، هو عبارة عن حامض بسيط بنساوى يعني بطريقة بسيطة بنجاب من الصيدلية. في غسولات حاوية على السلسليك أسد. هو منتج من الفواكه مزبوط؟ لا، السلسليك أسد والجلوكوليك مو منتج من الفواكه، هذاك جلوكوليك، حامض الجلوكوليك هو حامض الفواكه، أما السلسليك هو موجود يعني بمستحضرات التجميل تمام. فبيعطينا نتيجة جيدة كتقشير متوسط وبسيط، واللاكتيك أسد حمض اللبن كمان بيعطينا نتيجة كتير حلوة، ببعض المستحضرات موجود بيساعد البشرة وبيوقيها من الجفاف. طيب دائما نحن عم نقول انه لازم والمفروض والصح نحافظ على ترطيب البشرة، يعني اليوم كل إجراء عم نساوي كرمال هاي البشرة تضل رطيبة. إذا اليوم حبينا نروح لاستخدام المرطبات الطبيعية، نحن اليوم أول شيء بنتقيد إنه لكل نوع بشرة مرطب ما، أو أنا فيني استخدم هذا المرطب بشكل عشوائي بعيدا عن نوع البشرة؟ لا أكيد نحن بنستخدم على حسب نوع البشرة. هلا الفكرة نحن بدنا شيء بيناسب كل واحد وبشرته، ممكن نعطيهم وصفات منزلية لترطيب البشرة والحماية من الأكزيما. ممكن ننقع الرز لمدة 24 ساعة، ماء الرز ماء جدا مرطب للبشرة، ممكن مع الشاي الأخضر، ممكن نستخدمه كماسك على البشرة. كيف تطبيقه بيكون؟ يعني بننقع الرز لمدة 24 ساعة، بنحط معه شوية شاي أخضر وبنغسل الوجه فيه لمدة 10 أو ربع ساعة. ممكن نحطه بالبراد، بيكون بارد، بيقبض المسامات وبيحافظ على الإفرازات الدهنية. في ناس تستخدمه بخاخ يعني تمام. ممكن نستخدم كبخاخ، ولكن الغسل كذا مرة بيكون بيعطينا نتيجة أفضل كترطيب. ونستخدم بعدها مرمم حاوي على بنتينول كمرمم البي 5، كتير بيعطينا نتيجة حلوة على البشرة المتشققة والتعبانة تمام. في عنا كتير وصفات منزلية ممكن نستخدمها كمان، يعني ممكن نستخدم الخيار مثل ما تفضلين. الخيار ممكن نعمل عصير الخيار مع ماء الرز، بنحطه بمكعبات ثلج وبنمرقه على البشرة، كمان بيعطينا ترطيب حلو للبشرة وبتقبيض للمسام، لأنه بتكون باهتة وتعبانة تمام. بنكون احنا قوينا الدورة الدموية بالبشرة وعطيناها كتير نتيجة حلوة. طيب خلينا نحكي كمان، بعض الأشخاص بيعانوا بهي الفترة من الأكزيما أو الحساسية اللي هي ممكن يكون تنفسية ونشوفها تنتقل للجلد، بيعانوا من حكة معينة وما إلى ذلك. طيب هذا الشيء كيف ممكن نعطيهم وصفات معالجة تساعدهم؟ هلأ وصفات معالجة للحكة للبشرة، هي الحكة يعني جفاف
تمام، اي بشره بصير فيها حكه يعني فيها جفاف ممكن قليل من زيت اللوز مع زيت الزيتون بيعطينا نتيجه بتخفف الحكه على البشره وبتعطينا نتيجه كثير جيده مشان الحساسيه الجلديه. تمام، في عنا شيء اختصاصي اكثر، ممكن نستخدم منتجات حاوي على الالانتوئين. الالانتوئين هي ماده مضاده للتحسس، بنستخدمها بتخفف الحكه والحساسيه على البشره. كمان هي مستحضرات موجوده متناول الايدي، ما لها كثير صعبه ان احنا نجيبها. فبدنا نحاول كل شيء بيحسن البشره وبيخليها تعطي لايت من نستخدمه. فانا ليش عم بحكي عن فكره التقشير مثلا؟ فكره التقشير انه نحن بنقشر وبنرمم دغري بناخذ نتيجه على البشره. هلا هي الاحماض كمان بتعطي ترطيب وموازنه لافرازات البشره بشكل عام، حتى لو كان في اكزيما او صداف او مشاكل. فعم اقول لك حمض السلسلك هو معالج جدا لمشكله الاكزيما وبيعطينا كثير نتيجه حلوه للترطيب وتقشير الخفيف. طيب خلينا نروح للاخطاء الشائعه، وكثير بنشوف من الصبايا ممكن يعملوا هيك قصص، مثل انا اخذ وصفه من سلمى اعطي لسلمى نصيحه انا جربتها. يعني شو هي ابرز او اهم الاخطاء اللي نحن ممكن نعملها اكيد عن غير قصد، يعني متاثر سلبا على بشرتنا؟ هلا ممكن التقشير الجائر على البشره، في ناس بيستخدموا كثير بيقولوا لك والله صديقتي نصحتني استخدم مقشر معين، بيستخدموا مقشرات كثير، بيقولوا انه بلش فصل الشتاء كل يوم كل يوم بيجوا لعنا البشره رقيقه تعبانه هشه، بالعكس انت زيتيه بدل ما تنفعي للبشره. هلا برايي هو بكثيره لازم نعمل مره او مرتين تقشير للبشره بالشهر، تمام، مو يوميا نحن بنستخدم اي كريم نجيبه من الصيدليه بيعمل تقشير جائر. فكتير في ناس بتأذي بشرتها بهذا التقشير الجائر بدون معلومات كافية، تمام، بيقول لك والله رفيقتي صار بشرتها كتير حلوة مثل البيبي، استخدمنا هذا المقشر امشي ناخد في معلومة ذكر أسماء المستحضرات. صحيح. تمام، فبتلاحظي انه صار عندك بهود، صار عندك مشاكل بالتصبغات اكثر، انت فكرتي انه انت حتفيدي بشرتك بس بالعكس انت صار عندك سايد افكت او رد فعل عن التقشير الجائر اللي انت عملتي. دائما نحن وقت نعمل اي تقشير للبشره لازم يكون بعده ترميم بسيط مشان نعطي النتيجه تكون نتيجتنا حلوه وجيده يعني على البشره. اكيد في اساليب جدا معالجه للبشره غير الكريمات والوسائل التقشير. طيب تمامي. كل انواع البشره بتحتاج هذا التقشير كل شهر مره او مرتين او لا في انواع معينه من البشره ما بحاجه؟ هلا مثلا البشره الجافه بنستخدم لها مرطب عالي ومرمم، تمام، للبشرة اللي عندك في افرازات دهنية وزهم لا بدك تستخدمي لها مقشر والمختلطة تماما، بس بده يكون بإدارة يعني بده يكون بإدارة مختص او طبيب تماما، بده يكون تحت اشراف اختصاصي بهذا الموضوع. طيب خلينا هيك نروح اكثر للعلاجات المتواجدة بالمراكز، خلينا هيك نضوي على الموضوع الطبي الطبيعي. يعني اليوم في صبايا بتعاني من حب الشباب، من اي شيء ثاني ممكن يكون بالبشره. وقت بتجيكي حاله نور بتشوفي انه هي بحاجه لاستشاره طبيه او فورا بتبلشي اجراءاتك؟ يعني هلا اكيد بدي استشاره، بدنا نشوف البشره شو وضعها، حب الشباب شو نوعه، الانواع، البكتيريا هل هي نشطه، هل هي بتنتقل من مكان لمكان. اكيد في اجراءات بدها تتخذ عند يعني دكتور الجلديه، تمام، بعدين نحن بنبلش كاجراءات بنحاول نعالج للالتهابات الموجوده بالبشره. اذا كان الحب نشط اكيد ما بيتنظف ما بيتقرب عليه ابدا، بده يستخدم مثل ريتون يعني مثل ريتان موضعي على البشره او المنتجات الحاويه على ريتينويدز، هي بتعالج الالتهابات بالبشره وبتقضي على البثور والحبوب، تمام. فيعني كل بشره على حسب الحاله، وفي بعض الاجهزه ممكن هي تقضي على البثور والطهره، مثلا مثل الجهاز على حاوي على غاز الاوزون، هو بيطهر البشره بيعطيها نضاره بنفس الوقت بيقضي على الالتهابات بالبشره. هو مسحا يعني بس انه من مرقه
وتمرين. أكيد نحن ما منحاول إن نأذي البشرة اللي حاوية على الحبوب. دائما ضد الفيروسات والبكتيريا بتستخدم الحرارة العالية، ففيها بعض الأجهزة بتقدم لك هذه التجهيزات كحرارة عالية مثل ليزر مثلا بسيط، مثل ما قلت لك جهاز الأوزون مسحنا على البشرة بيعطيك شد للبشرة، نفس الوقت بيقضي على الحبوب وبيطهرها بنفس الوقت. طيب هي بعض التقنيات المستخدمة، أيضا في تقنيات تانية هلأ جديدة مثل ما بنعرف حاليا كتير صار في أجهزة عم تعطي مساحة واسعة لتخفف من الآثار السلبية إن كان للفصول أو حتى لبعض المشاكل عند الأشخاص مثل الحب وغيره. شو أبرز هاي التقنيات؟ هلأ ما عم أقول لك الجهاز الأوزون أبرز التقنيات، هو جهاز حديث متداول حاليا. في عندك الراديو فريكوانسي بيعطي أمواج راديوية، هاي الأمواج الراديوية بتخلي البشرة تشد، بتولد الكولاجين والإلاستين تحت طبقة البشرة، لأنه بالتسخين نحنا منحاول نولد الكولاجين والإلاستين، بتروح البهوت يعني البشرة الباهتة بنقضي عليها بتوليد الكولاجين والإلاستين وده تنشيط الدورة الدموية. دائما كمان منعالج من الداخل الأشخاص بيجوا لعنا ممكن يكون معهم فقر دم، فقر الدم بيأثر بشكل كتير كبير على يعني البشرة الباهتة، نقص الفيتامين د بيأثر حتى على الناس اللي عندهم صداف، يلي عندهم أكزيما بيأثر على المناعة، لأنه المناعة بتكون بالصداف والأكزيما هي اللي بتهاجم الجسم وبتساوي هذا التقرنات على سطح البشرة. فهي من نوع من أمراض الوراثية تمام، والمتعلقة بالمناعة الذاتية أكيد نحن منخفف وجود الأكزيما ببعض هاي التقنيات. أكيد اليوم نصائح جدا مهمة، إن شاء الله أكيد كل حدا اليوم تابعنا رح يستفيد منها. ودائما بتغيير الفصول نحن متعودين على المرض أول شيء تماما، على يصير جفاف كتير على إن كان يعني بدأ بتحسي أمراض التهابية الجيوب التنفسية، كل شيء بتتعلم جهاز التنفسي بتبلش الأمراض فيها، وأيضا البشرة بتتأثر. شكرا كتير لحضورك وسعد صباحك. سعد صباحك، شكرا لك لوجودك، كل المعلومات اللي قدمتينا يا سعد صباحك. أم بسلمى، نحن وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، شكرا لك يا سلمى، وشكرا لكل حدا رفقنا بصباحنا لليوم. بقيت نهار حلو لكم مشاهدينا، وإن شاء الله هيك يا رب بالأمن والأمان والسلام لسوريا وأكيد للبنان. منقول الله يرحم الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وإن شاء الله يا رب هيك تهدأ الأمور وترجع مثل الأول. شكرا لك يا سلمى، بدي أودعكم، باي باي. شكرا لك رشا، مثل ما بنقول اليوم كان الخميس نهاية الأسبوع، بكرة حتكونوا بحلقة خاصة مع أبرز المحطات اللي مرقت خلال الأسبوع، ودائما خليكم على شاشة الإخبارية لمتابعة آخر المستجدات على الساحة السياسية، أكيد مع تغطياتنا المباشرة وزملاء بالقسم السياسي. مو بس حدودنا مفتوحة لأهلنا بلبنان، وبيوتنا وقلوبنا معكم دائما، وتضلوا بألف خير. باي باي.